بسم الله تبارك الله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال أعلاو. حلقتنا اليوم بإذن الله حتكون عن طريقة طهي السلطعون مع عمل شوربة بالطحينة والليمون والبصل والثوم. ننتقل للطريقة. طبعا هنا احنا بعد ما غسلنا السلطعين ونقعناهم بالطحين والليمون، رشينا عليهم شوية من الريحان وبودرة الثوم وبودرة البصل. طبعا هنا ولقينا في من البطرخ هذا ضايل موجود، طبعا هذا كتير طعمه طيب وما بيرتفع، طبعا هم بيبقوا بيرفعوا وبيبيعوه لحاله، لكن احنا هنا زي ما احنا ما هو موجود لانه احنا جبنا منظف ما قدرناش نفرجيكم كل طريقة التنظيف كاملة، ولكن هنا احنا هلأ بدنا نحط عليه المية وبعض البهارات علشان نخليه على النار يغلي لمدة تقريبا 10 دقائق. هنا حطينا زنجبيل وورق القرفة عودان القرفة وورق الغار والحبهان وبودرة الثوم والريحان، هنحطه على النار لمدة 10 دقائق. هلا عنا 3 بصلات وحبة بطاطا وعنا راس توم. راس التوم بدنا ندقه، أما البصلات وحبة البطاطا بدنا نبشرهم كويس علشان نحطهم على الصينية. طبعا هنا بعد ما غلي واستوى 10 دقائق بدنا نرفعهم عن النار ونحطهم في الصينية علشان نحط عليه التتبيلة ونحطه على النار. ممكن نحطه بالفرن لمدة تقريبا نص ساعة، بنحط فوق على الفرن لمدة نص ساعة قبل ما تحس انه كل البصل والثوم والبطاطا كده اختلطت مع بعض، وممكن تخليه على الغاز وساعة الشوي تحطيه تحت في الفرن. برضه بدنا نحط عليه ليمون وطحينة، يعني هلا بدنا نفرجيكم كيف الطريقة. السلطعين طبعا حتكون على الوجه، طبعا حنفرم البصل كمان والثوم ونحط كمان الزنجبيل عليكم. حنحط على كل واحدة تقريبا كاسة من المية، نحط كاسة مية على كل صينية. فطبعا احنا عملنا بصينيتين عشان يكون الشوى عليه، وفي صينية حنحط عليها فلفل حار وصينية مش هنحط عليها الفلفل الحار. هنا بدنا نحط البصل والثوم اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين، فرمناه صغير على الماكينة. انا بحط كمية وافية لانه هو اساس هاي الاكلة هي البصل والثوم. طبعا حطينا كمان عملنا قرن فلفل، بس الفلفل ما بدي احطه بالاول عشان ما ياخدش حرقان كتير، هحطه في النهاية تقريبا قبل ما يستوي ب10 دقايق بس اللي ياخد نكهة الفلفل. هلا بنكون خلصنا من وضع التتبيلة على الصواني، بقى علينا نحط الزنجبيل من مفرز. حوزه في المناطق بدي انك هلا هنحطه على النار. انا طبعا مش هحطه على الفرن، انا هحطه على الغاز لمدة تقريبا نص ساعة وبعدين احط على الفرن من تحت، يعني اول النار بس للشوي حيكون الفرن. وممكن هلا بدنا نغطيه بالاسدير علشان يدي الحماوة ما ياخد معنا وقت كتير، وكمان ما تعبئش الروايح كده في البيت. طبعا زي ما انتم شايفين هنا حطينا بالاسدير وعلى نار هاي التنين. طبعا النار كتير حطيناها على درجة كتير واطية. طبعا هنا بتنسل حطام تقريبا نص ساعة
على الغاز زي ما انتم شايفين مغطينهم بورق الأسدير. هلا بدنا نحط الليمون، هعاود اغطيهم تاني واحطهم بالفرن. عصرت تقريبا 4 ليمونات لانه هنا الصينيتين فبيعوزوا، وحطيت كمان الطحينة كاسة طحينة، وحطيت كمان معلقة ملح. هنحط نص الكمية هنا ونص الكمية، هخليهم يغلوا لبين ما تتعقد الطحينة مع الليمون. هنحط عليها شوية بهارات تديها النكهة. طبعا السمك ما بيعوزش بهارات كتير، ولكن بس بدنا نحط بهارات خفيفة اللي هي الفلفل الأسود مع ال طبعا احنا حطينا قبل البهارات، بس هلا بدنا نحط بهارات خفيفة. طبعا هنا هحط 7 بهارات تقريبا معلقة صغيرة على كل صينية، وحرش بابريكا كمان عخفيف تقريبا رشة نص معلقة صغيرة، ورشة خفيفة من القرنفل، وبودرة الثوم وبودرة البصل. ما بدنا نحط لانه احنا حطينا فريش يعني شي طازة، وما بدناش نحط المخزن. ابهار الطعام، شايفين انا الفلفل خليته مع بعد ما يعني طحنت البصل والثوم في نفس الخلاط، طحنت الفلفل قرن واحد ما كترت لانه حرق كتير. هنوزعه على بقية الصينية، يعني لو بدي كمان مية يعني ما بتأثر، حطي مية مش تأثير. المية تبعته بتتغمس زاكية كتير، شوربته كتير روعة. حطيت هنا كمان شوية ملح لانه الفلفل ما كنت حط عليه الملح فبده شوية، يعني كتير الطريقة رهيبة وصدقوني فخمة فخمة. هنا احنا هنحرك شوية عشان البهارات تتداخل في بقية المكونات. شايفين كيف الدمعة؟ هاي شوربة السلطعين زي شوربة السمك كتير فخمة، يعني ممكن تاكليها قبل ما تاكل السلطعين. انا مجربها لفترات كتير وانا بعملها، يعني هاي بتلاقيها يعني افضل طريقة بتعمليها للسلطعين. وبنرجع تاني بنغطيهم بالاسدير وبنحطهم بالفرن برضو ولاد في الطبقة الفوقانية لمدة ربع ساعة، وبعد هيك بننزلهم 5 دقايق لبين ما ياخدوا تحميرة للوجه، وطبعا بيكونوا استووا وصحة وعافية. ولا بنشوف الشكل النهائي. طبعا هذا هو الشكل النهائي للسلطعين بعد ما انتهينا من الشوي في الطبقة اللي هي التحتانية. طبعا وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، وان شاء الله يا رب الحلقة تكون نالت اعجابكم وقدرنا نفيدكم بكل شيء جديد. ويا ريت ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.